بيقولوا كل إنسان إله من اسمه نصيب، فكيف لما بيكون الاسم نفسه عجيب غريب؟ اضحك أمو. إيش بوجعك مريضة؟ عفاف أنا مش بنت صغيرة. بقولوا إنها شاطرات بكل إشي إلا الجيزة. موناليزا توظفت بالحكومة. مديرية البحوث والتوثيق باسم الأرشيف. مبروك. أنا أبو سارة مشرف الدائرة. هذا مكتبك. هذا مكتب نايفة. أنت ليش ما تشوفي حمدي؟ أنا قهوتي حلوة قوي. لا أحلى إشي بالدنيا الحب. وهلا حضرتك صرتي بدك تتمكيجي وتلبسي لي المزنق والملزع والملون، مش راح ارد عليكي. انت مصر، عمر الشريف، عبد الحليم. دلوقتي الحكايه حاجه تانية. يا رايحه الشغل جاي من الشغل، مش عارفين انك داير على حل شعرك مع المصري. مصري؟ شوفي يا استاذ، عليش بتدور؟ حمدي وينك؟